الجمعية عملت في الفترة الحالية عدة مشاريع في داخل المدينة، تمثلت أولا في ترميمات بعض المشاريع، على سبيل المثال مشروع في السوق القديم، نقوم بتسقيف السوق القديم عبر التعاون وزارة الخارجية الألمانية إلى عبر ثلاث مراحل. المرحلة الأولى يعني أخذت جزء من السوق، والمرحلة الثانية جزء الآخر، الآن المرحلة الثالثة نستخدم في استكمال المراحل السابقة ترميمات داخل مخبازات فرن عقاب، والمرحلة الثانية ورثات الحكمي، إضافة إلى أن عدة مشاريع بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وتمويله، مشروع رصف رصف وتصريف مياه الأمطار في باب القرطب التاريخي. المرحلة الأولى العام الماضي تم تنفيذها، والمرحلة الثانية الآن لا نزال في إطار التنفيذ، ومرحلة ثالثة إن شاء الله بنبدأ فيها في شهر 3 بإذن الله إن شاء الله. إضافة إلى بعض المشاريع تحسين الوضع البيئي لمدينة زبيدة التاريخية العام 2017-2018، وقد استخدمنا في المشروع هذا ندوات توعوية في إطار الحفاظ على الوضع البيئي والوضع الحفاظي للمدينة التاريخية، ندوات تراثية وندوة حول الحفاظ على الشوارع والمخالفات اللي داخل المدينة التاريخية، إضافة إلى عمل نظافة داخل المدينة، وإضافة إلى حملة توعية حول الكوليرا، لأن الأوبئة والأمراض الفتاكة الموجودة في المدينة عملنا لها توعية، إضافة إلى حملة الرش الضبابي في المدينة التاريخية، وحملة رفع المخلفات الصلبة من داخل المدينة وبالذات في مناطق الرصف. المخلفات الموجودة نحن نعمل رفع يومي بمحاضر ضبط إلى جهة الضبط، والحمد لله توقفت في بعض المخالفات، بعضها يعني لا زال في إطار كون هذه الأيام لا توجد إمكانيات مادية لإزالة بعض المخالفات، والبقية توقفت الحمد لله. أثرنا من سبب الضربات منازلنا، لأن منازل أثرية مبتنية بالحجر والطين في مدينة الزبيد، من كثرة الضربات تهتز المنازل، تهتز البيوت، تهتز الشبابيك، حتى الأبواب من كثرة الضربات تهتز الأبواب الشبابيك، جعل الحجر هذا والطين الذي تشوفونه الآن عندكم تشكر، والجدران مالت بسبب الضربات، ونرجو من منظمة اليونسكو أن تجنبنا من هذا الضرب الذي أثر على منازلنا، لأنها مدينة أثرية، مدينة الزبيد مبتنية بالطين والياجور، هذا لا يجوز إنها تضرب عدة مرات بالقصف. أطلقت اللجنة الدولية للصلة بالأحمر نداء أو بيانا دعت فيه أطراف النزاع الدائر حاليا في اليمن إلى تجنيب مدينة زبيد أي ضرر، كونها تعتبر من المناطق الأثرية وكذلك تعتبر جزء من التراث العالمي الذي ينصب في احترام كرامة الإنسان الذي منها أن يتم المحافظة على تراثه وكذلك على قيمه. اللجنة الدولية للصليب الأحمر الهدف من بيانها هو تسليط الضوء على أهمية عدم استهداف مثل هذه الأماكن الأثرية والتاريخية والتي لها طابع تاريخي وحضاري لدى اليمنيين وكذلك البشرية، كونها من جزء من التراث العالمي.